السلام عليكم ايوب، واش راك خويا؟ صافا والله غير صافا الحمد لله. واش صح؟ والله غير صافا صامارش الحمد لله. الحمد لله يا ربي. جبناك اليوم شويه كيستيون حابين نسقسيوك عليهم. لا معليش تفضل. اسمع، في الدومان تاعك تاع الراب. اوكي با بروبليم. ايوب كيفاه جاتك ليدي باش تبدا تغني الراب؟ كيفاش جاتني ليدي باش نبدا نغني الراب؟ انا كنت مشفالة واقيلا في 2009 جاتني ليدي نغني راب. كان واحد صاحبي من الجزائر اسمه ماه كنا نسمعو كيف راب فرنسي منه. من بعد قال لي ماه قال لي واش رايك نبداو نكتبو حنا كراب. هو اللي دار ليدي شغل زعما باش يغني باش نبداو راب. من بعد هو ما دارش ما كتبش، من بعد انا كتبت وقيت راحي تما نكتب بيان نورمال. بعد وليت نكتب راب. واش من عام سما بديت الكاريير تاعك؟ واش من عام كان راني بديت فيها الكاريير تاعي اللي بديت فيها 2013 لا بريمير شونسون اللي درتها كانت مع خويا بانك بيك ديدي كاسلي. لا بريمير شونسون اللي درتها انا وياه، هو اللي ميكسها لي هذاك الوقت. تسمع راب؟ نسمع راب. واش من ستيل راب بعد اللي تشتي تسمعو؟ ستيل راب اللي نشتي نسمعو، نشتي نسمع راب فرنسي بزاف، شويه راب امريكان. ابار سا ما شويه راب الجيريان، مش بزاف، شويه هكاك. شكون اللي عاونك في الراب والبروديكتور اللي بديت معاه وغنيتو كيف وكرييتو جروب؟ شكون اللي عاوني بزاف في الراب؟ عاوني بزاف خويا بانك اللي راه معايا في دوك رانا كيف رانا في ليون برودكسيون. بيك ديدي كاسليه هو اللي عاوني بزاف في الراب، هو اللي كان يكون يونكاراجيني، كان هو اللي ميكسي لي، كان يعاوني. بعد كاخاطش في الديبي تاعي خاطش هو بدا قبلي تما، هو بدا 2006 كانت عنده اكسبيريونس عليا انا تما. كان كنت نغلط شويه راك تعرف، فهمتني؟ نغلط طيح في الطوم منا. كان بان كان يعاوني تما، كان هو اللي عاوني بزاف في الكاريير تاعي، هو اللي فاني كرييت جروب انا وياه في 2013 وولف ستريت. كرينا جروب انا وياه كيف وخدمنا وبدينا نخدمو تما هذاك الوقت. كيما نعرفو كاين بزاف ستيل تاع راب، انت واش هو الستيل اللي تغنيه اللي تميل ليه؟ ستيل دو راب تسمى اللي نحب انا نغنيه، تسمى اللي نلقى روحي فيه. ستيل دو راب اللي نلقى روحي فيه ستيل ايغو تريب في الطراب بزاف، هذا اللي تسمى نميل ليه. بصح بركا تسمى في 2020 يعني دوكا تسمى دخلتها يعني كوميرسيال، دخلتها ستيل شغل إلكترو دانس بزاف، شغل بديت ننوع شوية، خرج شوية من الإيغو. وش دير في حياتك أبار راب؟ أبار راب وش تخدم؟ وش أبار راب تسمى وش ندير في حياتي؟ أبار راب وش ندير في حياتي؟ أيوب يقرأ انستيتي، قريت انستيتي، درت ديبلوم ريسيكلاج، سوتنيت، عندي ديبلوم ريسيكلاج، قريت في لافاك الأخرى. عندي ليسانس في التسير العمومي. هذا ما كان. واسك لقيت الدعم في المسيره نتاعك؟ المسيره تاعك تاع الراب تما الدعم من كان كونتي تما الدعم منين؟ من الجوانب كل. من الجوانب كل لقيت الدعم، ما لقيتش الدعم من كيما نقولوا احنا من هذو كما سياله زعما دار شباب كذا، هذا ما لقيتش الدعم منهم تما، ما دعموناش. الدعم لقيتو من شويه اصحابي يعني ماهوش بزاف، بوكو بليس. الدعم لقيتو تما من خويا بانك يعني، هو الدعم تما الكبير يعني، ما كذبش عليك، هو اللي لقيت الدعم معاه بزاف. كيما نعرفو على حساب واش نعرفو من قبل، حبست من 2014 ما خدمتش. صح. وشي الحاجه اللي خلاتك تحبس يعني؟ حبست من 2014 ما خدمتش صافي سيزون ما خدمتش. صح من 2014 حتى 2020
بزاف والله غير صح صافي سيزون حبست انا وخويا بانك حبسنا ما خدمناش. كان واحد السيد دخل في وسطنا واحد السيد تما ما كان نذكر اسمه. هو اللي دخل في وسطنا وصراو مشاكل شويه سمع صراو مشاكل في كوتي راب يعني كوتي يعني نون نورمال تما بار راب عادي. ما خدمنا سيزون من بعد عاودنا دوكا ريبرانينا ولقيت روحك الحمد لله دوكا تسمى دوكا ولينا اون فورس يعني خير من بكري تسمى دوكا اون فورس حاجه مليحه راك تشوف يعني في الخدمه اللي راك تقول فيها كيما موبيل موناليزا راك تشوف رانا نشوفوا في الخدمه نتاعك جديده طورت ايوا خدمه جديده رانا نخدموا دوكا اليوم برودكسيون رانا نخدموا لي فيديو كليب رانا نخدموا الصون تسمى نخدموا كلشي يعني كيما رانا فونفر رانا نخدموا في فونفر ثاني خاوه ماشي نخدموا في بوك حنا اللي كرينا على في خنش راه تسمى ما الاولين اللي خدمنا فونفر هذا ما كان كيما رانا نشوف راك تريبريزونتي بزاف ليون برودكسيون كيفاه تكريات ريبريزونتي ليون برودكسيون هذه خويا لازم ريبريزونتيها خاطش واش راه نقولك ليون برودكسيون تكريات ما خويا بانك اللي كرياها ما كذبش عليك تسمى دار لي زيفور تاعو كل خدم شرا ماتريال الحمد لله يا ربي تسمى بيك ديديكاس ليه ليون برودكسيون تكريات يعني بانك هو اللي كريا ليون برودكسيون هذه ما نكذبش عليك تسمى انا معاه في ليون برودكسيون نعاونوك نعاونو في الخدمه كذا بصح هو اللي تكريات اقراصا بانك كثر خيرو بيك ديديكاس ليه خويا بانك اسك تسمع راب الجيريان راب الجيريان ما نكذبش عليك ما نسمعش بزاف راب الجيريان نسمع غير شويه هكا ما نسمعش بزاف راب الجيريان شكون هو الرابر اللي يعجبك تسمع ياسر شكون هو رابر مي رابر الجيريان اللي يعجبني لهنا في الجيري تسمعو بزاف ياسر الحس واحد الحس من مغنيه رابر مليح هذا هو اللي يعجبني اسك دخلت في بيف ولا كلاش مع عباد في الدومان تاعك كلاش ولا بيف في الدومان تاعي ما دخلتش في دي كلاش اونا على كل حال بصح ما تسمى كلاش ضعيف جدا يعني ما نقدرش ريبونديلو يعني مش ريبوندي خاطش كلاش اونا انا خويا بانك بصح ما دخلتش معاهم في بيف ولا في كلاش ما وراك حاب توصل بالراب وراني حاب نوصل بالراب نخدم نقولك ورانا حابين نوصل بالراب خاطش نخدم انا خويا بانك ديال برودكسيون حابين نطوروا راب لهنا ساعة في الولاية تاعنا لهنا حابين نطوروه باش ما يقولكش بلي الولاية هذه ما فيهاش راب ولا ما نباليش كيفاش نطوروه ان شاء الله وكما راك تشوف يعني الخدمة الجديدة تاعنا هذه اللي نخدموا فيها بإذن الله ان شاء الله نطوروا الراب لهنا وكما نقول احنا ويمشي راب تاعنا ونوليو 40 ولاية ان شاء الله ان شاء الله توصلوا للعالمية ان شاء الله عالمية علاش لا واش هو لو ديرني ميساج اللي تقدر تقولهم لو ديرني ميساج اللي نقول لكم على واش بعد بار اكزومبل في الراب لو ديرني ميساج اللي بغيت نقول نحب توصلوا نحب نوصلوا لازم ما نباليش انا لازم ندعم ولازم لازم الدعم لازم يدعمونا لهنا في الولايه خاطش كاينين دي باج كاين دي باج طالعين يعني ما باليش فيهم 300 كا فيهم 500 كا فيهم ما باليش كيفاش لازم يبارطاجي ولازم يدعمونا يعني خاطش ما كانش بارطاج ما مشي بارطاجيو لي باج تاع لهنا يبعثوا لهم ناس كاينين ناس اللي يبعثوا لهم تسمى صحابنا ومننا يبعثوا لهم يقولوا بارطاجي ما يبارطاجيوش الميساج اللي حبيت نوصلو ان شاء الله كيما نقولوا حنا يوليو يبارطاجي ويولي شغل يفهموا مونتاليتي تاع راب اللي خلاص ذكا راب ما ولاش كي بكري يعني راب تطيح راه نخدموا فيه راب كوميرسيال نظيف هذه هذا لي ميساج يعني اللي بغيت نوصل واش تقدر تقول لصديق العمل تاعك بانك اخر كلمات توجهها له يعني اخر كلمه خويا بانك واش راح نقول خويا بانك خويا اللي ما وداتوش يما كيما نقولوا
فوت مع صافي عرفته في 2010 عندنا دوك 10 سنين انا وياه صحاب يعني واش راح نقولك يعني خدمه خدمنا كيف كيف كان ما كانش ماتريال خدمنا بالماتريال خدمنا دي فري ستايل قعدنا فوتنا واش راح نقولك بزاف بزاف خويا هذا خويا 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 اللي ما جاباتوش يما يعني هذا دار لي ميساج وبيك ديدي راس خويا بنك راك في القلب ان شاء الله يكون يشوف فينا ويسمع الميساج هذا يوصل له ان شاء الله بركة حابين تعطينا كش ما تعطينا باردي خفيفة شونسون اكابيلا مرسى اكابيلا دي باسيت عباد تبانو الكبات ماشي كيف كيف حنا ينكيتيو البلاد نديرو لا فات وننساو اللي فات والحكاية المقودة يبانا في منتبات زادم للرانك بالو كانو اللي فراسي نديرو لوكو لوكو ماركوس مكسيكو اي سي سي بوتو معيشة مرة معيشة مرة يعطيك الساعة خويا ايو يعطيك الساعة خويا مرسي خويا يوبي قبلت الانفيتاسيون جيت صافي بليزير اخويا صافي بليزير منك انت الانفيتاسيون مرسي بوكو حكينا فات بيون هذه اخويا مرسي يا خويا ربي يوفقك خويا امين ان شاء الله ونعاودوها اخويا خطره اخرى ان شاء الله لازم لازم بارك الله فيك خويا العزيز